ننتقل لفقرتنا الأخيرة ببرنامج صباحنا غير معك سمار. أكيد يا نور، وصلنا لفقرتنا الأخيرة المميزة كمان لليوم من برنامج صباحنا غير مع الفن والمسرح والغناء. بدنا نصبح أكيد على مانيا البربور، أكيد وغادة البربور. مانيا رئيسة قسم الغناء في فرقة إزرا، وغادة البربور من أعضاء الفرقة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، نورتوا. صباحك يا رب. يسعد صباحكم. بالبداية خلينا نحكي عن الفرقة وكيف تأسست وكيف تم تأسيسها. هلأ الفرقة تأسست من سنتين. تم تأسيسها من يعني من قبل أصدقاء بين بعض، إنه إحنا حابين إنه نعمل شيء. فكانت إزرا. إزرا هي بتعني الشجرة اللي خلقت من رماد الإله الشمس أبولو. تمام. فهو شيء خلق من رماد، شيء خلق من عدم، فحتى انه يعمل شيء كثير حلو. هي الشجره بتعطي الحياه، بتعطي اشياء، يعني بتعطي الاكسجين وكذا، فانه هي بتعطي حياه لنا. لهيك كان نحن انه مثلا نخلق شيء من العدم. تمام. حتى نعطي شيء جديد لحياتنا. اكيد كثير حلو. شباب روحكم كثير حلوه، كلكم مع بعض ايد واحده، يعني شفتكم كفريق بتجننوا. خلينا نحكي غاده عن مشاركتك بالعروض وشو قدمتوا كفرقه إزرا. هلا امبارحة قدمنا عرض مناسبة عيد الجيش. أكيد بنوجه تحية للجيش. خلينا أكيد. نحكي أكثر عن العرض. مثلت أنا وشاب اسمه محمد القطة، أنا بكون حبيبته. فنحن بس ما مثلنا كحبيبة شهيد فقط، نحن مثلنا كل عائلة موجودة بسوريا، لأن كل عائلة فقدت أب، أم، أخ، رفيق. أنا يمكن ما في عيلة أو بيت بسوريا ما فعلا فقد عزيز. أكيد. فكل شهيد عايش جوات كل حدا فينا. أكيد طبعا. وكل عام هو بألف خير. أكيد الرحمة لجميع شهداء سوريا. مانيا شو حابه تسمعينا اليوم؟ سمعكم شيء؟ هو طالما الصبح يعني اللي بدك اياه. أنت شو حابه؟ أنت وبس بدك تخبرينا شو بدك تسمعينا ولمين بتهدي وشو سبب اختيارك للشيء اللي حتسمعينا اياه. هلا اول شيء حغني لفيروز. تمام. ثاني شيء حغني لبلدي. اكيد. طالما كنا بمناسبه عيد الجيش ونحن مو بس بواحد 8 بنحتفل بعيد الجيش، نحن كل يوم بنحتفل فيه بالانتصارات اللي هو عم بيقدمها. كل يوم في عنده انتصارات، فلهيك حغني له. احكي لي. تفضل. احكي لي احكي لي عن بلدي، احكي لي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي، عن اهلي حكايه، عن بيتي حكايه، عن جار الطفوله حكايه طويله. جبل الغيم الأزرق وطني، يا قمر الندي والزنبق، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وسع الديني وسع الديني. يسلم الصوت ما شاء الله. احكي لنا بس عن انتو كعائله. اول شيء انتو كاخوات، اول شيء احكي لي قديش انت فخوره باختك. امبارح عم بسالك وين، قلت لي بدي اجيب لك البطله، قلت لك مين البطله، قلت لي اختي. قد ايه فخوره فيها؟ احكي لنا على علاقتكم مع بعض، بالاخص انكم بتشتغلوا مع بعض، وعلى علاقتكم كفرقه كامله. يعني قلت لي انت كعائله وحده، كنا على التجارب وكيف تفاعل الجمهور معكم عم بيكون. هلا بالنسبه لعلاقتي انا وغاده اخوات، بس طبعا في اختلاف، نفس البرج بس مختلفين بين بعض يعني. تمام. بالصفات، بس العلاقه كثير قويه، يعني مو بس علاقه اثنين اخوات مع بعض، لا انا اختها وان لزم الامر بكون امها ورفيقتها ورفيقه الشاب وكل شيء بحياتها. تماما. فهي علاقتنا كثير قويه. بنفس العمليه هي بتبادلني نفس الشيء.
بالفرقه وقت اللي انا اكون عم دربها مثلا فوكال فهي مانا اختي مثلها مثلهم بتمارسي دور الاستاذ عليها تماما. هلا كلهم رفقاتي واخواتي وبحبهم كثير بس لا ما لي علاقه بهذا الموضوع، نحن عم نعمل شغل لإلنا تمام فهو لازم انه يكون في شويه انه تكون صارمه شويه معهم لحتى يطلع معنا النتيجه اكبر. بس بالفرقه باجمالا نحن عيله واحده بنتعامل على هذا الاساس من كافه الاتجاهات. تمام. قد ايش صار تقريبا الفرقه مؤسسه؟ سنتين. قد ايش بتحسي فعلا اختلفتوا من سنتين لهلا؟ هلا انا عم نشوف يمكن بالفتره الاخيره في كثير من الفرق الشبابيه فعلا تلاقي رفقات وعم ياسسوا وعم يعملوا شيء شبابي حلو بيشبههم. تمام. انا دخلت معهم من سنه ونص. كانت الفكره كثير غريبه انه كيف انا بدي اغني مع بيت بلا الات موسيقيه. تمام. فوقت اللي بديت اغني معهم وطلعت باول حفله معهم لقيت الفرق كثير كبير، انه انا في معي 4 بيت فالمسرح كلياته ولعته بلا الات موسيقيه، بس هدول الاربعه اعطوني شيء خارق. تمام. فحبيت الفكره، حبيت انه انا اكون معهم بشكل دائم ساندهم باي طريقه ممكن ان انا ساندهم فيها. خلينا نحكي عن اخر شيء بشام تجمعنا، كنتوا موجودين، كان في من الحضور تقريبا 1200 شخص. احكوا لنا عن هذا اليوم، قديش مميز وقديش انتم عم تنجحوا، قديش هذا الشيء يعني قديش شيء رائع وكثير حلو. احكوا لنا عن هذا الشيء، تفاعل الجمهور معكم وكل شيء بدكم اياه. وانا كنت بالختام. تمام. ختامها مثل الحفله من الاول. تمام. كان شيء كتير حلو، تجربة حلوة، مسرح مفتوح، ختام أغاني سبيستون. نشوف الأجواء كيف كانت مع بعض. لمسنا قلب كل طفل. تمام. خلونا نشوف العرض المسرحي والغنائي مع بعض ونرجع نتابع حديثنا مع الصبايا. طموحهم من أجل شعب صادق صدوق مخلص معطاء وأكثر من هؤلاء. أرى في عينيه نظرة المنتصر منكسر ممتلئة بالكبرياء. قدم الكثير من الشهداء ومن بينهم أنت يا براء. عيد الجيش هو بواحد 8، بس نحن اخترنا اليوم نعمل عرضنا بأربعة 8 لحتى نخلي ذكرى الجيش بعدها موجودة فينا. يعني نحن اليوم بحكم أنه مرحلة انتصارات للجيش السوري، نحن ما عاد فينا نعمل عروض غنائية أو عروض مسرحية بتمثل الحزن، لا، نحن اليوم كشباب سوري صرنا نقدر نعمل عروض بتمثل مرحلة الانتصار اللي نحن كشباب عشناها مع جيشنا. فاليوم عرضنا فقرة غنائية وفقرة مسرحية بتمثل هذا الانتصار للجيش السوري. يعني الأغاني عبارة عن مجموعة أغاني وطنية وسكتش مسرحي. بمناسبة عيد الجيش عملناها لنورجي الشعب انتصاراتنا العظيمة اللي نحن عم نسويها، من حيث انها مانا انتصارات فقط حربية. نحن مجموعة شباب صح صغار بالعمر بس نحن عندنا مواهب كبيرة واشياء كبيرة بدنا نوجهها للشعب. نحن قادرين على انه نحن نعمر هيك بلد. أكيد تابعنا من أجواء العرض، كانت مسرحية كتير حلوة، رسائل وأهداف وصلت لقلوبنا أول شيء ولقلب كل حدا تابعكم. هلأ بدنا نسمع شيء منكم مانيا وغادة، شو بتحبوا تهدوا كل حدا عم يتابعكم اليوم؟ تفضلوا. يا ما حلا فصحى يا عيني على راس البر والقمر نور عيني عيني على مو على موج البحر. قال لي تعالي
جنن أصوات رائعة. شو رأيك يا نور؟ انبسطنا فيكم عن جد سمر كتير اليوم. خلينا يمكن بعد هيدا العرض المسرحي شو محضرين شي جديد؟ هلأ في عنا على الأغلب 8-8 كمان بالمدرج الروماني. كمان في عنا عرض تاني وبشهر 9 عم نحضر لمسرحية. تمام إن شاء الله هيك بتكون تمام. وفي كمان عرض مسرحي كمان عم نحضر له قوي كتير. يعني هذا بده شغل فما فيني حدد الفترة الزمنية اللي ممكن شو عن شو بيحكي يعني ولا كمان سوربرايز ما كمان ولا تفاصيل لازم يكون بعض التفاصيل. هلأ في هي مسرحية نحن عرضناها قبل فيمكن نحن نجددها بأسلوب تاني مغاير للأسلوب اللي قبله. بتحكي عن شخصيات متعددة شخصيات قديمة نحن بدنا نرجع على المسرح أكيد. شو هدفكم ورسالتكم كفرقة وشو المميز بين كل الفرق؟ أنتوا فرقتكم شو المميز فيها؟ رسالتنا أنه هلأ من ناحيتي أنا طبعا من ناحيتك أنت وهلأ بدنا نسمع غادة من ناحيتها شو هي رسالتها وهدفها. كل إنسان في عنده صوت تمام. فاللي بيحب يغني يغني غني لحالك غني لتنطرب لترفه عن نفسك لتطلع من الحالة اللي انت فيها. للمواهب الشابة انه صعوب حتى توصلوا. يعني احنا كل فترة وفترة بنفتح باب الانضمام عنا وفرقتنا عم تزداد وعائلتنا عم تكبر يمكن وتكبر. انتو 18 شخص كنتوا مبارح مبارح كنا موجودين بس لسه كمان في ناس ما قدرت انها تيجي. اكيد كلياتنا في عنا التزامات في جامعات في شغل بس هذا الحلو يمكن اللي بيميز الفرق الشبابية. اليوم عم نشوف نفس شبابي كتير كبير بسوريا. عم نشوف فرق شبابية طلاب جامعة رفقات مجتمعين عم يعملوا شيء خاص فيهم ويمكن وسائل التواصل الاجتماعي عم تساهم بانتشارهم بشكل كتير كبير. يوميا عم نشوف اشياء جديدة وحلوة عم نحاول فعلا يمكن سمر عبر صباحنا غير نسلط الضوء على كتير من الفرق الشبابية اللي هي مشهورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي يعني عم يحاولوا ضمن امكانيات كتير بسيطة يعملوا شيء خاص فيهم شبابي وبيشبهون. تماما هيدا الشيء. حتى نحن بفرقتنا ما في فرقة في عندهم بيت يعني غناء مع بيت. الآلة الوحيدة اللي عندنا هي جيتار ويمكن كمان يصير في عود وإشياءات بس عم نستغل الفكرة الحلوة الموجودة والغريبة اللي ما أنا موجودة بأي فرقة تانية. نفس الشيء نحن غناء ومسرح. تمام. يعني عم نشتغل الاثنين مع بعض. بتحبي تسمعينا شيء بالختام مانيا؟ سمعي كمان شيء؟ اي تحبي؟ اللي بدك يا اهدينا بدك بتحبي تهدي شيء لعيد الجيش اللي بدك يا بغني لكم في شيء حاضر ببالك هلا كتار هو لانه كتير هيك بضل كل شيء مع بعضه. طيب مقطع صغير لانه الوقت داهمنا. اوكي إذا بدي أهدي حدا هلا كتير في عالم بدي أهديهم يعني تمام. ما منخصص إهداء هيك بس طالما هون أنت عدت معي دائما غادة فبقلك قلبي سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي قلبي سعيد فرحان فرحة قلبي تهنى أيوة تهنى في يوم العيد حبك خلى كن فعنيا أجمل عالم من حواليا وحبك خلى الكون فعنيا أجمل عالم من حواليا كله جديد في جديد كله جديد في جديد كله يا حياتي يا حياتي أكيد.
أكيد متشكركم لوجودكم معنا، نتمنى لكم التوفيق أكيد والتألق والنجاح الدائم. شكرا لكم غادة ومانيا، شكرا لكم. أكيد نتمنى لكم التوفيق غادة ومانيا، وإن شاء الله كمان يكون عندكم خطوات جديدة في مجال الفن والغناء مع فرقتكم اللي بتشبهكم، شبابية حلوة مثلكم. شكرا كثير لكم.